مصابين لحادثتين ارهابيتين حصلوا. الحادثة الأولى التفجير اللي عند مديرية أمن القاهرة، والحادثة الثانية عند منطقة البحوث في الدقة. في الحادث الأولاني استقبلت المستشفى 20 مصاب ما بين ضابط وفرد ومجند. تم حجز 7 منهم في المستشفى و5 اتحولوا، والباقي 13 خدوا علاجهم وانصرفوا من المستشفى. حالة واحدة منهم كانت في انفجار في مقرة العين، وكان في مية وتجمع هوائي على الرئة. كانت الحالة تحتاج جراحة قلب وصدر، اتحولت من مستشفى أحمد ماهر مباشرة على مستشفى المعادي بالقوات المسلحة. الحادثة بتاعت البحوث 13 مصاب جم، واحد منهم حضر متوفي، مجند حضر متوفي، واتنقل مباشرة للطب الشرعي بينهم علشان تحديد سبب الإصابة. عندي 2 دلوقتي موجودين من حادثة البحوث، الاتنين موجودين في الرعاية المركزة مجندين، الاتنين عندهم كسر منكسر في الجمجمة، حالتهم فيها خطورة، مع اساتذه جراحه المخ والاعصاب شغالين معاهم. مستشفى 11، 3 ضباط، 2 فرد، و6 مجندين. الضباط في تبع حادثه مديريه امن القاهره، 3 ضباط في مديريه امن القاهره، 3 ضباط في مديريه امن القاهره. رتبهم ايه يا فندم؟ الرتبه مختلفه ما بين مقدم ورائد ومخيف. طلقات ناريه ولا قنابل زي ما سمعنا؟ تفاصيل الحادثه مش هقدر اقولها لحضرتك، ما عنديش معلومات كامله عنها. طب يا فندم، هل تسمح لي اسجل مع الحالات اللي تسمح بالكلام او اللي حالتهم تسمح بالكلام؟ عند استقرار حالتهم مفيش مانع. كم حاله يا دكتور حضرتك؟ اللي محبوسين حاليا 5 افراد 3 افراد. فندم، طب عايزين بعد اذن حضرتك يا فندم نطلع الغرف نصور في الغرف. بالظبط. اسمك ايه؟ انت كنت فين ساعة الانفجار؟ كنت جوه ولا بره واقف على الهواء؟ بصراحة مش كلام. معلش معلش، طب ماشي، انا معلش خلاص. ده اكتر دور انضرب؟ دور الاولاني. كنت قاعد بتعمل ايه في الوقت اللي كنت قاعد بتتكلم مع زمايلك؟ مفيش حاجة، انا كل مكان كنت على الاستقبال. ظابط مديري قال لي في عربية في الدنيا المديرية، طلع بص ما لحقناش نطلع. دور الارض. ده اكتر دور انضرب؟ دور الاولين. دور الاولين. كنت قاعد بتعمل ايه في الوقت اللي كنت قاعد بتتكلم مع زمايلك؟ مفيش حاجة، انا كل مكان كنت على الاستقبال. ظابط مديري قال لي في عربية في الدنيا المديرية، طلع بص ما لحقناش نطلع. انت متجوز؟ ايوه. عندك عيال؟ عندك 3؟ عندك كم سنه؟ 26. بتروح البلد ولا قاعد هنا؟ شغال 24 بروح. الف سلام عليك. الله يسلمك. مقدم ايه؟ مقدم ايه؟ حضرتك تقولي طبعا كنت بدخل المدرسه. وقت الطريق؟ تحكي لنا بس اللي حصل. مفيش، احنا كنا قاعدين في غدا والظهر وقعدت على القهوه. مره واحده حوالي الساعه 6 او 10 كده تقريبا، حدث انفجار بس ما حسيتش باي حاجه بعد كده. لا حضرتك طبطبت ولا المستشفى؟ لا لا، فضيت انا. حضرتك تحب تقول لهم ايه؟ توصل لهم ايه؟ رسالة ايه؟ هدول يوم احلى وعلى الحلقة دي مستوردين بقى بتتكسر شوية. احنا مستوردين زي ما احنا عمرنا ما هتتكسر. ده اللي حصل. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. المقدم ايه يا فندم؟ وائل فريد. وائل فريد، ربنا يحفظك. فريد؟ وائل فريد.